ايه الهدف من عملية التحليل المالي؟ طب احنا ليه بنعمل عملية التحليل المالي؟ طيب في شخص اسمه المحلل المالي. الشخص ده كل مهمته في الحياة وفي الدنيا ان هو يخش الشركة علشان يحدد نقاط القوة اللي فيها ويحدد نقاط الضعف اللي فيها. يعني هو الراجل كل مهمته يخش يبص على الدفاتر بتاع الشركة والأوراق بتاع الشركة، وفي الآخر مستشار باشا كده يقول يا جماعة والله انتوا عندكم نقاط قوة في 1 2 3، عندكم نقاط ضعف في 1 2 3. واحد يرد عليا يقول لي طب هو نقاط القوة ونقاط الضعف دول في أنهي جزئية؟ المادة اسمها تحليل مالي، مالي يعني الفلوس. يبقى إذا مهمته كلها بتتركز على تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف فقط في الأداء المالي. لا هو في الأداء التسويقي ولا في الأداء الإنتاجي ولا في أي أداء، لا في الإدارة المالية. عايزين من الآخر كده نعرف الإدارة المالية ماشية بشكل كويس ولا لا. الراجل ده عشان يحدد نقاط القوة ونقاط الضعف بيعمل الكلام ده من خلال تحليل القوائم المالية اللي عملها المحاسب. يعني معنى كده ان المحلل المالي علشان خاطر يحدد نقاط القوة ونقاط الضعف بيعتمد دايما على تحليله للقوائم المالية. طيب ايه هي القوائم المالية اللي المحلل المالي بيحللها؟ هما قائمتين. أول قائمة عندنا اللي هي قائمة المركز المالي. تاني قائمة عندنا اللي هي قائمة الدخل. قبل ما اشتغل فيهم هقول لك كلمتين صغيرين. لو انت فاهم القائمتين دول ومذاكر القائمتين دول انت عديت من المادة. نجحت من المادة خلاص. من غير ولا ناخد موضوعات ولا أي حاجة، أنا أهم حاجة عندي القائمتين دول. لو لا قدر الله القائمتين دول مش فاهمهم، مش متدرب عليهم، دايما هتلاقي صعوبة في المادة. طب خد دي كمان، القائمتين هيجوا لك جاهزين في الامتحان ومش هتتسأل عليهم. شفت السهولة أكتر من كده؟ يعني إيه؟ يعني أنا بقول لك القائمتين دول هم اللي معتمد عليهم المنهج، والدكتور مش هيسألك فيهم، ده هم هيجيبهم لك جاهزين. لأن أنت كمحلل مالي مطالب ان يجي لك قائمه مركز مالي وقائمه دخل وانت تحللهم. بس الفكره ان انا بقول لك تذاكرهم وتحفظهم وتتدرب عليهم مره واتنين، ايه؟ انك ايدك تبقى سريعه، عارف كل بند موجود في انهي قائمه وفي انهي حته ومكانه فين، يبقى متدرب، عينك متدربه وايدك متدربه اكتر من مره. النهارده هنبتدي مع بعض اول قائمه عندنا اللي هي قائمه الايه؟ المركز المالي. قائمة المركز المالي زيها بالظبط زي قائمة المركز المالي اللي انت واخدها من الترم الاول، ما عنديش مشكلة فيها خالص. يعني قائمة المركز المالي بتتكون من جانبين. جانب الايمن بنقول عليه جانب الاصول او الاستخدامات او الاستثمارات، ده جانب اليمين، جانب الاصول. والجانب الايسر بنتكلم على جانب الخصوم وحقوق الملكيه. المفروض ان كل المعلومات دي عند حضرتك، ولكن حضرتك حافظ ان انا في الاصول بحط اصول ثابته ثم اصول متداوله، احنا هنرتب بس بترتيب معين. فانا عايزك تحفظ الموضوع ده بالترتيب اللي احنا هنقوله. اول حاجه هنمسك جانب الاصول. هنبدأ نقول إحنا عندنا حاجة اسمها الأصول المتداولة. الأصول المتداولة دي بتشمل أكتر من بند. أول حاجة النقدية، تاني حاجة الأوراق المالية، تالت حاجة حسابات القبض، رابع حاجة المخزون. لما بنجمع الأربع بنود دول مع بعضيهم يا فندم هيديني حاجة اسمها مجموع الأصول المتداولة. كده أنا خلصت الأصول المتداولة، يبقى الأصول المتداولة
ما هي الا عباره عن مجموع النقديه والاوراق الماليه وحسابات القبض والمخزون. يبقى انا لو عايز اي حاجه من الاصول المتداوله، عيني تروح على البنود الاربعه دول اللي احنا خدناهم. ثم بعد كده بنروح على حاجه اسمها الاصول الثابته. الاصول الثابته دي لما نتكلم عليها، دي عباره عن اراضي ومباني، وعباره عن اجهزه ومعدات واثاث وسيارات ومعدات زي ما انتم حافظين. بس مجموع الأصول الثابتة دي بنطرح منها حاجة اسمها الإهلاك. كل بند من الأصول الثابتة دي فيما عدا الأراضي بيكون لي إهلاك. نطرح الأصول الثابتة من الإهلاك، يديني الحاجة بقى اللي أنا بدور عليها اللي هي صافي الأصول الثابتة. هتلاقي عند حضرتك إن الجنب اليمين ده بقى فيه حاجتين صغيرين أهم. أول حاجة مجموع الأصول المتداولة، تاني حاجة تحت صافي الأصول الثابتة. لما نجمع الاتنين دول على بعض يدينا في الآخر مجموع الأصول. يعني الجنب اليمين كله أنا أقدر ألخصه في كلمتين: مجموع الأصول المتداولة وصافي الأصول الثابتة. تاني معلش، طب هو الأصول المتداولة يا عم ياسر ده عبارة عن مجموع إيه؟ مجموع 4 حاجات: نقدية وأوراق مالية وحسابات قبض ومخزون. طب هي صافي الأصول الثابتة دي يا عم ياسر جبتها منين؟ مجموع الأصول الثابتة اللي إحنا جمعناها كلها وشلنا منها أو طرحنا منها الإهلاك. كده يبقى ده الجنب الإيه؟ اليمين. نيجي على جنب الشمال، هو عبارة عن حاجتين: الخصوم وحقوق الملكية. يبقى إذا بالبلدي كده الجنب اليمين ده حاجة واحدة عبارة عن إيه؟ عن الأصول. والجنب الشمال عبارة عن حاجتين: الخصوم وحقوق الإيه؟ الملكية. طب يعني معنى كده إن أنا في الجنب الشمال ده هاخد حاجتين. تعالوا نبدأ بأول حاجة، ايه هي؟ الخصوم. والخصوم عندنا نوعين: خصوم متداولة وخصوم طويلة الأجل. الخصوم المتداولة عبارة عن ايه؟ قال لك ده عبارة عن ثبات الدفع، مساء الخير يا أمنية، عبارة عن ثبات الدفع وعن قروض قصيرة الأجل وعن مصروفات مستحقة. ولما اجمعهم الثلاثة مع بعض يديني مجموع الخصوم المتداولة. يبقى إذا الخصوم المتداولة، خلي بالك أنا بركز وبمشي معاك واحدة واحدة، ليه؟ لأن أنا الألفاظ دي هحتاجها في أول موضوع كويس أوي. يبقى الخصوم المتداولة عبارة عن مجموع كام حاجة؟ 3 حاجات: حسابات دفع وقرض قصير الأجل ومصروفات مستحقة. يبقى أنا كده خلصت من الخصوم المتداولة. هنخش بعد كده على الخصوم طويلة الأجل. الخصوم طويلة الأجل عبارة عن حاجتين: سندات وقرض طويل الأجل. بس هو الدكتور في الامتحان ما بيجيبهملكش مفصلة، دايما بيقول لك كده: الديون طويلة الأجل أو الخصوم طويلة الأجل. لو حضرتك ركزت معايا هتلاقي إن أنا دلوقتي بقى عندي رقم واحد أهي، أهي الخصوم المتداولة، وعندي اللي بعدها حاجة اسمها الخصوم طويلة الإيه؟ الأجل. لما أجمع الاتنين دول على بعض هيديني مجموع الخصوم. يبقى أنا كده حضرتك جنب الشمال تاني وتالت ورابع عبارة عن كلمتين: خصوم وحقوق ملكية. والخصوم عبارة عن حاجتين: خصوم متداولة وخصوم طويلة الأجل. لما أجيب الإجمالي بتاع الاتنين وأجمعهم على بعض يديني في الآخر مجموع الخصوم أو إجمالي الخصوم. ثم بعد كده أخش برقم 2 اللي هي حقوق الملكية. حقوق الملكية عبارة عن كام حاجة؟ أول حاجة رأس المال، تاني حاجة الأرباح المحتجزة، تالت حاجة الاحتياطيات. يبقى إذا حقوق الملكية كام حاجة يا فندم؟
لغاية دلوقتي ثلاثة: رأس المال والأرباح المحتجزة والاحتياطيات. لما أجمعهم الثلاثة هيديني مجموع حقوق الملكية. بقى عندي رقم واحد أهي، رقم واحد مجموع الخصوم، وبقى عندي رقم اتنين مجموع حقوق الملكية. طيب ما نيجي نجمع الاتنين دول على بعض يبقى اسمه ايه؟ مجموع الخصوم وحقوق الملكية، وهو ده الجنب الايه؟ الشمال. يعني الخلاصة بمنتهى البساطة، قائمة المركز المالي هي عبارة عن جانبين، جانب أيمن وجانب أيسر، أنا بذاكرها كده. الجانب الأيمن ده عبارة عن الأصول، والأصول دي عبارة عن حاجتين: أصول متداولة وصافي أصول ثابتة. والأصول المتداولة دي عبارة عن 4 حاجات: نقدية وأوراق مالية وحسابات قبض ومخزون. طب صافي الأصول الثابتة ده أنا بجيبها إزاي؟ أجيب إجمالي الأصول الثابتة وأشيل منها الإهلاك. لما أجمع مجموع الأصول المتداولة على صافي الأصول الثابتة يديني إجمالي الجنب اليمين كله اللي هو مجموع الأصول. شمال أو الجانب الأيسر كلمتين: خصوم وحقوق ملكية. رقم واحد خصوم، بتتكون من إيه الخصوم؟ اتنين: خصوم متداولة أهي، وخصوم طويلة الأجل. خصوم المتداولة عبارة عن 3 حاجات: حسابات دفع وكارت قصير الأجل ومصروفات مستحقة. أجمعهم جبت مجموع الخصوم المتداولة ثم الخصوم طويلة الأجل. لما أجمع الخصوم المتداولة وأجمع الخصوم طويلة الأجل يبقى أنا خلصت أول حتة في الخصوم وحقوق الملكية اللي هو الجانب الأيسر اللي هو إجمالي الخصوم. أبدأ أخش في الكلمة اللي بعد كده اللي هي إيه؟ حقوق الملكية. وحقوق الملكية 3 حاجات: رأس المال والأرباح المحتجزة والاحتياطيات. اجمع الثلاثة يبقى أنا جبت مجموع حقوق الملكية. أمسك بعد كده أجمع الخصوم طويل إجمالي الخصوم وحقوق الملكية يبقى أنا جبت الجانب الأيسر كله. هناخدها بشكل أحلى ألذ شوية بشوية معادلات. أول حاجة إجمالي الأصول بتساوي إيه؟ تعالوا نلعب مع بعض كده وإحنا قاعدين. حد يقدر يفتح المايك ويجاوبني يقول لي كده إجمالي الأصول دي عبارة عن مجموع كام حاجة؟ أصول متداولة و اللي هي الأصول المتداولة والأصول الثابتة. حلو، بس انا انت صح يا انغام، بس انا عايز اقول ايه؟ الاصول المتداوله وصافي الاصول الثابته. كلمه صافي دي عايز اركز عليها مره واتنين. طيب تعالوا نعرض تمام، الكلام ده اهو. ادي اجمالي الاصول بالنسبه لي عباره عن حاجتين. اول واحده الاصول المتداوله، وبعد كده اجمع عليها صافي الاصول الثابته. ادي اول معادله عندنا. تاني معادلة، واحد يرد عليا طب هي الأصول المتداولة عبارة عن إيه؟ أقول له دي عبارة عن مجموع نقدية زائد أوراق مالية زائد حسابات قبض زائد مخزون. عندي ملحوظة صغيرة، كلمة حسابات القبض، كلمة حسابات القبض أهي بعلم لك عليها. حسابات القبض، حسابات القبض دي عبارة عن مجموع حاجتين كنت انتوا بتاخدوهم في المحاسبة: مدينون وأوراق قبض. يعني لما أجمع المدينون وأوراق القبض مجموع الاتنين يديني حاجة اسمها حسابات الإيه؟ حسابات القبض. نخش بعد كده على الجنب الشمال اللي هي الخصوم وحقوق الملكية. خصوم وحقوق الملكية عبارة عن رقم واحد عندي خصوم متداولة وأجمع عليها خصوم طويلة الأجل وأجمع عليها حقوق ملكية. طبعا أنت عارف إن الاتنين الأولانيين اللي هم الخصوم المتداولة والخصوم طويلة الأجل ده إجمالي الخصوم، والحتة الأخيرة التانية دي اللي هي حقوق الإيه؟ الملكية.
واحد يرد عليا طيب بعد اذنك، هي الخصوم المتداوله دي عباره عن ايه؟ اروح ردد عليك واقول لك دي عباره عن حسابات دفع، وعباره عن قروض قصيره الاجل، وعباره عن مصروفات مستحقه. طب هي خصوم طويله الاجل، ما انا لسه قايل لك من شويه، مش عليك، مش هجيبها لك في الامتحان، بس المعلومه دي، خصوم طويله الاجل دي عباره عن قروض طويله الاجل وعباره عن السندات. حقوق الملكية عبارة عن رأس المال والأرباح المحتجزة والاحتياطيات. وزي ما قلت الملحوظة فوق، خلي بالك إن حسابات القبض عبارة عن المدينون وأوراق القبض، اعرف برضو إن حسابات الدفع هي عبارة عن الدائنون وأوراق الدفع. آدي الشكل العام للميزانية. رقم واحد، احفظها، افهمها، اعرف معادلاتها، عينك تتعود عليها، مش هتتسأل فيها في الامتحان، هتجيلك جاهزة في الامتحان، بس المنهج كله معتمد عليها، عشان كده لازم اشرحها. لغاية دلوقتي في اي حد قبل ما اخش على قائمة الدخل عنده سؤال في المركز المالي او الميزانية؟ حضرتك بتقول ان هي ممكن تيجي جاهزة او ان هي اوريدي هتيجي جاهزة في الامتحان، اللعب تمام. هيبقى ازاي؟ فين؟ لسه بقى ده، ما يعني ياما في الجراب يحاول، لسه المنهج ما خلصش يا نغام، لسه بدري قوي. هو مش هيجيب لك ولا سؤال عنها، بس الموضوعات الرئيسيه اللي في الماده بتاعت التحليل المالي والقوانين اللي موجوده في التحليل المالي معتمده اعتماد رئيسي على المركز المالي وعلى قائمه الدخل. عشان كده دايما اول حصه دي لازم اشرح الاثنين دول، تروحوا تذاكروهم كويس جدا، وبعد كده لما نتقابل في الحصه الثانيه نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم بقى المنهج. ناخد هم الموضوعين تمام. اللي عندنا، هتلاقي ان كل قانون بقوله اقول لكم فاكرين لما خدنا في المركز المالي كذا، فاكرين لما خدنا في قائمة الدخل كذا. وصلت؟ كل القانون يعني هي كده هتبقى عبارة عن قوانين، فاحنا لازم نبقى حافظين بالظبط دي. بالظبط بالظبط. ها، في حد تمام. تاني عنده اي سؤال؟ هو انتوا سايبيني وبتاكلوا كنافة ولا معايا ولا ايه ظروفكم؟ معاك يا دكتور، والله تمام، الله ينور عليك، ماشي يا عم تامر، يا تسلم يا أمنية، محترم. أنت بتأكلي العيال ولا معايا؟ أمنية، أنا بره البيت، فضحتك، أوكي ماشي. طيب نكمل بقى، هنخش بعد كده على القائمة التانية اللي هي قائمة الدخل. قائمة الدخل بمنتهى البساطة هي القائمة اللي حضرتك خدتها بالظبط في ترم أول، بس احنا هناخدها بشكل ابسط كمان. قائمة الدخل عبارة عن اول حاجة اجمالي المبيعات او ايرادات المبيعات. هنطرح منها تكلفة البضاعة المباعة علشان يديني مجمل الربح. ادي اول جزئية. بعد كده امسك مجمل الربح ده اشيل منه حاجه اسمها مصاريف التشغيل والاهلاك علشان يديني حاجه اسمها ربح التشغيل. وخلي بالك ربح التشغيل ده عباره عن اسمين، يعني ليه اسمين، بنقول عليه ربح التشغيل او صافي الربح قبل الفوائد والضرائب. واقول لكم على اول حاجه صعبه في الامتحان، ان حضرتك بتبقى حافظ القوانين كلها في الماده دي على انها ربح التشغيل، واحيانا كتير الدكتور ما بيجيبش ربح التشغيل، بيقول الربح قبل الفوائد والضرائب في الامتحانات. فانت لازم تكون عارف ان الاثنين بمعنى واحد، الاثنين اسم واحد. ربح التشغيل ده اشيل منه الفوائد يديني صافي الربح قبل. عباره عن ايه؟ اجمالي المبيعات ناقص تكلفه المبيعات. طب ربح التشغيل اللي هو بالقلم الاحمر اللي انا اهو بخطط عليه ده عباره عن ايه؟ قال لك مجمل الربح على مصاريف ناقص مصاريف التشغيل. طب الربح اللي قبل الضرايب اهو اللي انا بخطط عليه ده عباره عن ربح التشغيل ناقص الفوائد. يعني انا من الاخر قلبت لك القايمه كلها في صوره معادلات قدامك. هرجع للمره الاخيره، معلش، ولا معادله من دول هتتسأل عليها في الامتحان. انت طبعا هتستغرب، يا عم انت واجع دماغنا ليه؟
طالما هي مش هنتخيل عليها، هتعرفوا لما نبدأ نشتغل في الموضوعات ان انا سايبك تحفظ الميزانية، سايبك تحفظ الدخل اسبوع كامل. حتى وانا في السنتر لما بشرح القيمتين دول في اول حصة بس، واقول للناس روحوا احفظوهم ذاكروهم افهموهم، تعالوا بسم الله الرحمن الرحيم بقى في الحصة التانية، حصة ناخد الموضوع الاول وحصة ناخد الموضوع التاني، نص المادة خلص. بس خلص ازاي؟ بمذاكرتك وشطارتك في القائمتين. اتفقنا؟ انا هقف لغاية هنا النهاردة. قاعدة سهلة وبسيطة ومش كبيرة. عايزك، انا هرفع لكم على الجروب بتاع الترم السابع وعلى الجروب بتاع اللينكات القائمتين زي ما احنا خدناهم دلوقتي PDF، علشان تقعدوا تحفظوا فيهم. ويوم الخميس اللي جاي في نفس الميعاد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم هنبتدي اول موضوع عندنا اللي هو النسب والمؤشرات الماليه، اللي هو طبعا الموضوع اللي انا هقوله الخميس اللي جاي ده. أستاذن حضرتك يا دكتور، قولي لو ينفع تبقى بدري شوية عن 9:15 دي يبقى كتر خيرك. انا والله ما انا كياسر ما عنديش بروبلم، بس انا سامحيني احنا كلنا في الوقت ده بنبقى بنصلي، يعني انا عايز اقول لك ان هي بتبقى 9 لا الصوت بيقطع، البريس الصوت بيقطع، سامعيني كده؟ تمام. احنا للاسف عاملينها 9 عشان احنا بنكون في الصلاه، فيا دوبك انا بصلي وبطلع جري، فما يعني انا بخليها 9:15 عشان اخلص عندي للأسف بقى، يعني هي دي المشكلة. فأنتوا كده كده هتستحملوني على قد ما بنقدر، إحنا قاعدين في البيت، أنا عارف إن أنت ممكن تكوني شغالة أو في الشغل أو هنا، بس غصب عني والله، إحنا المواعيد عندنا يا إما 9 يا إما 10:30. 9 كويسة يا دكتور. عينيا، أنا تمام. هخلص الصلاة والله بطلع عليكم جري على طول. معلش، هو عشان رمضان. كل سنة وأنت طيب. وأنت طيب يا حاج. الله يكرمك. تسلم إيدك وكلك ذوق. حبيبي ربنا يبارك لك ربنا الاستاذ. يبارك لك يا رب. حاجة يعني بداية خير، وأنت بصراحة مبسط الدنيا، وإن شاء الله خير مع بعض. عايز اقول لكم والله العظيم بما يرضي الله، ان شاء الله يعني ان شاء الله، وانتوا هتشوفوا الكلام ده في الماده بشكل عام، سواء مذاكرتوها انتوا او معايا او في اي حته، والله العظيم انا اقول لكم نصيحه اخويه، دي ماده امتياز، بس مش هقول لكم غير الكلمه دي. إن شاء الله يا دكتور، إن شاء الله. ماشي. خلود عندك اي سؤال؟ استاذه شيماء عندها اي سؤال؟ استاذ سعيد عنده اي سؤال؟ يا جماعه سيبوا القطايف وخليكم معايا. طيب ماشي، شكلهم كده فاتحين اللينك وقاعدين بيتفرجوا معاك على والله يا المداح. دكتور، معاك معاك لا يا انا حبيبي، عارف ان كتر انت معايا خيرك، استاذ تامر والله، كتر خيرك يا حبيبي، والله ربنا كتر يبارك خيرك لك. يا دكتور. يعني الدنيا حلوة كده لحد دلوقتي، حلوة أوي. الحمد لله على إن شاء السلامه يا الله، خلود. الله ان شاء الله تبقى يسلمك زي يا الفل. دكتور. ماشي، ان شاء الله على خير، كل سنه وانتم طيبين، وهستناكم ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي في نفس الميعاد. إن شاء الله. طيب ازيك يا يا دكتور، دكتور ياسر، وكل سنه وانت طيب وكلك وحضرتك طيب. طيب، ربنا الله يخليك. يكرمك حبيبي، ماشي يا فندم، مع اتفضل يا السلامه. باشا. ماشي، مع السلامه.